منها من تدريب المقرية، وإن شاء الله تسجل في باقي الجامعات، أو على الأقل يبقى في تعاون بيننا وبين الأسر اللي موجودة في باقي الجامعات إن شاء الله. ونتمنى يعني إن ربنا يستخدمنا في ما ينفع فيه البلاد العربية. طبعا أنا أحب أشكر الفريق بالمقربية أو مؤسسين فريق بالمقربية في المنصورة، المهندس محمد أيمن السيد، المهندس محمد عزت رمضان، المهندسين كلهم بقى، محمد عزت السيد، إسلام مجدي خليل، محمود منير، عبد الرحمن أسامة، محمد السيد، محمد سوي، كريم محمد درويش، محمد فهمجاد، صلاح محمد النحاس، المهندس سيد حلمي الإمام، المهندس محمد سيد، المهندسة إسراء عبد الغفار غانم، المهندسة هدى طلعت، المهندسة أسماء مهنا، المهندسة آية سمير، المهندسة رحمة سعيد، المهندسة سعيدة سيد. أشكر طبعا كل الناس اللي شاركوا معانا، وجزاهم الله كل خير، ونحاول يعني يكون نيتنا إن احنا نخدم البلاد والعباد، ونحاول نقلل الفجوة بيننا وبين سوق العمل، بين اللي احنا بندرسه في الكليات وبين سوق العمل، ونشوف ايه المطلوب في السوق ونبدا ندرس. يعني هو مش الموضوع بيم بس، يعني بيم وذكاء اصطناعي، وننقل الخبره الموجوده في الموقع. والحمد لله ناس كتيره جدا يعني ما بيتاخروش خالص لما بنطلب منهم اي حاجه. الحمد لله يعني ناس كلها فيها الخير وبيتفاعلوا وبيتعاونوا، واي حد بنطلب منه اي حاجه يعني كلهم الحمد لله ناس محترمه جدا ما بيتاخروش. فان شاء الله باذن الله نتمنى ان الموضوع ده يبقى موجود في كل المكان. وانا الحمد لله حاليا بنسعى ان الحمد لله بما ربي معتمده دلوقتي في الاتحاد الاوروبي، وبنحاول انها تبقى معتمده في كل الجامعات، بحيث ان اي باحث بيعمل ماستر او دكتوراه يبقى البحث بتاعه مقبول لما بيتنشر فيها. فاحنا تقريبا شبه متفقين مع الجامعات، مجرد بس موضوع روتيني شويه. كل الدكاتره اللي بنكلمهم مرحبين بالموضوع، وبدأنا الحمد لله في القصة ديت، وإن شاء الله يعني يبقى في تواجد، سواء إعطاء محاضرات، سواء تعاون مع الجامعة، مع دكاترة الجامعة، مع طلبة الجامعة. وجميل جدا إن الطلبة هي اللي تشارك في حاجة زي كده، ويبقى عندها حب لحاجة زي كده، ويبقى في رغبة في إحداث تغيير. وإن شاء الله إن شاء الله الموضوع يبقى مستمر، ونشوفه في جامعات أخرى. وأنا أحاول وأنا معاك كده أكلم المهندس محمد أيمن إن شاء الله. يعني الشباب هم اللي عندهم الطاقة، واللي إحنا نحاول نستغلها بحيث إن إحنا نتقدم ببلادنا ونخدم بلادنا في كل مكان إن شاء الله. وإن شاء الله نحاول يبقى فيه بس قريب نتكلم فيه عن إيه هي فكرة تكنولوجيا البيم، وإيه أهميتها، وليه الناس مهتمية بيها، وهل هي موضة ولا هي فعلا مهمة ولازم الناس تبدأ تتعلمها ولازم المنهج يتغير. والحمد لله من فترة بسيطة جدا صدر الكود المصري للبيم الفخور، إن أول كود عربي يصدر يكون موجود في مصر، وإن شاء الله يعني يبقى في كود موحد لكل الدول العربية، لأن تقريبا الظروف اللي إحنا بنمر بيها واحدة. يعني هو الكود بيتغير من مكان لمكان حسب الاختلافات، إحنا تقريبا مفيش أي اختلافات، يعني كلنا دول عربية وكلنا بنحب بعض وكل الشعوب كلها بتحب بعض. فإن شاء الله يعني الأمور تبقى أفضل كمان من الاتحاد الأوروبي، وإن شاء الله يعني تبقى بذرة خير. يعني حتى الآن الحمد لله عملنا شوية حاجات كويسة، وإن شاء الله يعني نقدر نعمل أي حاجة تخدم بلدنا. وإن شاء الله يعني أتمنى إن إحنا نطلع فجوة برضو بيننا وبين الناس اللي بره، يعني هم خلاص أصبح موضوع المنهج بيتغير حسب اللي بيحصل بره. فتلاقي مثلا يعني أنا بحاول أكلمهم بس تقريبا ما ينفعش أتكلم وأنا بعمل بس، الله أعلم. طيب عايزين نقلل الفجوة بيننا وبين أوروبا، يبقى بنفس المنهج اللي درسناه كل درسنا. السلام عليكم، إزيك يا باشمهندس محمد؟ أخبارك إيه؟ الله يكرمك، مبروك تسجيل الأسرة في جامعة المنصورة، وشكر خاص لكل الفريق. إيه الحاجات اللي اتعملت لغاية دلوقتي؟ إيه الحاجات اللي اتعملت لغاية دلوقتي؟ سيبك بالدنج مانجمنت
سيستم عندي ده تكنولوجيا الصناعه. كل ما يخص مجال البناء التكنولوجيا الحديثه الحمد لله شغالين فيه دلوقتي. كان صف مدرب في كليه الهندسه جامعه المنصوره، ما شاء الله شفته. وقربنا ان شاء الله في نهايه الشهر الحالي باذن الله تعالى نكون انتهينا منه باذن الله، وهنبدا نعلن عنه ونخطط لعمل مجموعه من السيشنات للطلبه باذن الله بكل الاقسام، نعلمهم البرامج سواء الريفت او مجال الصوركس وخلافه. طبعا بعد ما نعلمهم ونعرفهم معرفه كافيه يعني ايه ريفت. تمام. لان بعض الناس مفكره ان الريفت هو البيت وده شيء غلط تماما. تمام. فاحنا بنحاول نوعي الناس يعني ايه ريفت، ياخدوا البيت بالشكل الصحيح، يعني ايه بيم اكسكيوجن بلان، يعني ايه بيم امبلمنتيشن بلان، يعني ايه بيم ورك فلو، ايه هو الجدول الدوري للبيت بتاع ستيفن موردو. الكلام ده كله الحمد لله نسعى للفتره الجايه. عملنا سيشنات تعريفيه عن البيم بالتعاون مع وزير التدريب في كليه الهندسه جامعه المنصوره، ولقت الحمد لله يعني قبول كويس جدا من الطلبه، وكان شيء مشجع لينا الحقيقه. لو انت مسجل اي حاجه فيديو، لو انت مسجل حاجه فيديو وبعتها لنا نرفعها على قناه يوتيوب بتاع بيم اريبيا، فيها شرح الحاجات دي كلها بالتفصيل، وفيها 4400 فيديو لغايه دلوقتي. فنضيف اي حاجه انت سجلتها او عملتها فيديو نضيفها ان شاء الله. باذن الله تعالى. ان شاء الله. تمام. ومين من الدكاتره معاك في الموضوع دوت؟ معايا الدكتور محمد محمود عوض. ما شاء الله. قسم الهندسه الميكانيكيه ده المشرف بتاعنا، مشرف الفريق. تمام. الدكاتره التانيين يعني معانا اكتر من دكتور بيرعبنا الحمد لله. الحمد لله. بس دول معانا مشرف وبيبقى معانا في كل اجراءاتنا وتصرفاتنا دكتور محمد عوض. ان شاء الله الموضوع يعني في دكاتره كتير متشجعه للموضوع الحمد لله. الحمد لله. وكيل الكليه متشجع للموضوع بشكل كويس جدا، وكتير من اعضاء فريق التدريس سواء دكاتره او مجموعة كبيرة من الطلبة الحمد لله بتسألنا دايما عايزين نعرف أرباب الجمهور اللي هم ينضموا لينا. فإن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله تكون فترة مشرفة، ويكون عمل وإنجاز مشرف بإذن الله تعرف. إن شاء الله يا هندسة بإذن الله، إن شاء الله يعني تكون التجربة دي هي البداية، وإن شاء الله نعمل انطلاقة حلوة. وكويس إن في تفاعليات وفي أنشطة عملت أثناء فترة التسجيل ديت، وإن شاء الله برضه إحنا شغالين في كذا جامعة بنحاول نكون اسر وننقل التجربه بتاعتكم دي لبقيه الجامعات. وزي ما بقول لك ان شاء الله كل الجامعات هتبقى مسجل فيها بما اريبيا كمجله معتمده، بحيث لو اي حد نشر البحث يقدر ياخد النقط اللي تفيده في الشغل بتاعه ان شاء الله. فالله المستعان يعني ان شاء الله. المهم بس تبقى النيه ان احنا يعني بنخدم بلدنا وبنخدم الطلبه اخواننا الطلبه، وبنعمل حاجه ان شاء الله يعني نفخر بيها باذن الله. ان شاء الله. وانا شاكر للفريق كله ان شاء الله، شاكر الفريق الجميل اللي عمل المبادره الحلوه دي. الله يكرمك يا استاذ. الله يكرمك يا استاذ. العفو يا استاذ. الله يكرمك. الله يكرمك يا استاذ. وان شاء الله احنا في الفتره اللي جايه مع المهندس محمد وفي كام واحد كده هيبداوا يشرحوا موضوع البرمجه، بحيث ننتقل من مستخدمين لمبرمجين، ونقدر نعمل احنا البرمجه الخاصه بنا في المستقبل. ما ده ان شاء الله ده انا بسعى ليه. انا دلوقتي شغال على السي شارب. تمام تمام. وعايز كده ان شاء الله ربنا يسهل دورك الدنيا. انا بظبط مع كام واحد ان شاء الله، هيبداوا يشاركوا في موضوع البرمجه سواء في المجله او معاك في الاسره، او يسجلوا فيديوهات ونبدا نحطها، بحيث ان الناس تبقى عارفه ان شاء الله في المستقبل صناعه السوفت وير دي من اكبر الصناعات. يعني حتى يعتبر اغنى واحد في العالم في فتره من فترات طويله جدا بيل جيتس، كلها من سوفت وير. الراجل بتاع الفيسبوك مارك زوكربيرج برضه من سوفت وير. فالسوفت وير فيه ارباح كويسه جدا لما انت اللي تعمل البرنامج بيبقى الربح بتاعها كويس. يعني اللهم لا حسد، يعني ان شاء الله يعني ان يبقى في ربح كبير او في دخل لمصر من خلال السوفت وير، زي ما موجود في الهند. اغلب السوفت وير بيتعمل هناك و بيكسبوا مليارات بسبب ان هم بيعملوا برامج. فان شاء الله نعمل برضه نفس الموضوع دوت، ونحط الحاجه بتاعتنا. يعني مثلا عايزين الناس تبرمج حاجه تطبق الكود المصري وتتاكد من ان هو موجود في الموديل. عايزين نعمل حاجه زي اوتوميشن كده،
ان انا اول ما ادوس هو يبدا يطبق الكود ويبدا يشوفه. انا شفت الموضوع دوت، خلينا نتكلم في الام بي، بما ان انت حضرتك مهندس ميكانيكا، في برنامج انا كنت اشتغلت عليه فتره طويله اللي هو ناجي كات، بدون ذكر اسامي البرامج يعني، ده برنامج فنلندي، وكنت اشتغلت عليه في 2008 وبعت للشركه، ما كانش مصدق ان في حد في الدول العربيه يسمع البرنامج بتاعهم. فوجئوا ان الحمد لله، فوجئوا ان احنا اشتغلنا عليه وهو البرنامج. في من ضمن الحاجات المزايا الجميله فيه ان هو بيعمل توزيع تلقائي، يعني ممكن تحدد الغرفه هو يبدا يوزع السبرينكلر، يوزع التبصات بينهم وهكذا، تبقى طبقا للكود اللي تختاره. ممكن تختار مثلا الكود الامريكي، الكود البريطاني، يبدا يوزع عليها. هما فوجئوا ان واحد في الدول العربيه عامل كتاب في الموضوع وطبق البرنامج بتاعهم على سوفت وير، على مشروع مستشفى كبير، مستشفى السلام بدون ذكر اسامي. فكانت حاجه كويسه يعني، ان احنا الحمد لله خدنا خطوه مسبقه ما كانوش هم يعني عاملينها. فهي نفس الفكره، ليه ما نعملش حاجه زي كده؟ اديله الحاجه يعمل لي تشيك يتاكد، او اديله هو الموديل وهو يبدا يوزع ويبدا يعمل الموضوع دوت. بس الموضوع محتاج نوع من انواع الذكاء الصناعي، وان شاء الله نقدر نوفر محاضرات في الموضوع دوت باذن الله. يعني هي خطوه خطوه، واحنا بدانا الحمد لله، وبدات الناس تستوعب فكره ايه هو البيم، وبدات تستوعب مدى الاهميه بتاعته. وفي شركات كتير جدا معتمده على البيم بشكل رهيب جدا في اماكن زي الهند، فاحنا ان شاء الله يبقى في شركات برضو بتعمل شغل انضف من هناك وباسعار معقوله، وده هي ان شاء الله يبقى مصدر رزق ليهم، بحيث ان هو لما يسافر اوروبا دلوقتي محتاجه كتير بيم، لان اصبح يجباري في اغلب الدول، وخصوصا مثلا بريطانيا، فرنسا، دول الكومنولث، في دول كتيره بقت اجباري فيها موضوع البيم، فهم محتاجين. فلما يلاقوا ناس عرب عارفين البيم وشغالين بيه وعندهم خبره، اكيد يعني هيبقى ليهم سبق الاولويه، وربنا يجعله مصدر رزق ليهم ان شاء الله ويبارك لهم فيه باذن الله. ان شاء الله هيبقى في كذا فيديو، احنا بس حبينا نعلن عن موضوع الاسره بتاعت المغربي في المنصوره، وان شاء الله اي حد عايز يتعاون معانا في اي حاجه في اي مجال، ما دام هتخدم البلاد والعباد وان شاء الله يعني تبقى حاجه كويسه، فيعني تحت امرهم باذن الله. وجزاكم الله كل خير، وشكرا يا باشمهندس احمد. شكرا استاذ محمد، شكرا استاذ، الله يكرمك. شكرا استاذ، الله يكرمك. السلام. وان شاء الله هيبقى في كذا فيديو بعد كده على القناه بتاعت بيم اريبيا وقناه بيم اريبيا المنصوره، وان شاء الله تلاقوا بيم اريبيا عين شمس والقاهره وكده قريب. وبشرط نعمل اسره في الجامعه، ممكن اي اسره نتعاون معاها، بحيث اي حاجه هم محتاجينها مننا او احنا محتاجينها منهم يبقى في تعاون بيننا باذن الله. ان شاء الله انا طولت عليكم 13 دقيقه كده، وان شاء الله تبقى في مفاجات حلوه قريب باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.